عسلامة مسيو. عسلامة أختي. لاباس؟ وي بنتي وي وي عايشك. قدم لنا روح. أنا شريف الدلاعي، أصلي راسين من وشتات نفزة ولاية باجة، ونعيش في الخارج. مرحبا بك حذينا مسيو. اخترنا باش نحكيو على تجارب الهجرة، وننطلقوا من تجربتك الشخصية. من طلقتي الشخصية، أنا خريت جسك الابتدائي كموندي في بلادي في وشتات، وكل عندي خوي الكبير استاذ في نهج الباشا باب سوخ على ليبوك، فهمني، جابني معاه، خذيت سيماني بخيمير، جابني معاه لتونس. فوالا في تونس قريت وخذت الباك نتاعي وعملت عامين في الجامعة وكل واحد، وصارت شي مشاكل قررت باش نمشي باش نخرج للخارج. عام قداش؟ عام قداش؟ عام 85. فوالا الهجرة كانت سهلة في الوقت هذاك، ما ثماش فيزا وكل، ولا كانت سهلة. وصلت للخارج ان سيمان لقيت الخدمة وخدمت. معناها ما فماش صعوبات، ما شاء الله كانت مسهلة الأمور. ما ثماش صعوبات، خدمت وكل، وأنا كنت صغير خدام سيريز أكتيف، نحن يا با سوسي. فوالا ما كانش عندك حد غادي؟ ما عندي حتى إنسان، من فامية من البلاد بكل ونسكن، ما عندي حتى إنسان. يعني كان فما صعوبات تعرضت لها راهو جوست خاطرك بعدت على الفامي. توتافي توتافي فهمني. وبعد بديت نخدم ونحن واموري تحسنت في مزيغ، وعرفت بنت الناس هذه اللي معايا اليوم، نحن عيني هذا هو الموضوع، عيني والكل ان شاء الله ربي يخليها لك وتجي لهنا البلاد. فاميتي يفضلوها هي علي انا، يقول لك نحبوا مرتك بس مرتي الناس منها ياسر. مسيو للتوضيح، اللي هي زوجتك مغربية؟ مغربية وي وي وي. كيفاش تعرفتوا على بعضك؟ تعرفتها في مرسي، عرفتها في مرسي كل، ومن الاول كانت صعوبات باسكو انا با لو مونتيتي ما عندناش نفس التفكير الواحد الكل، مي في عام زيغ عرفنا بعضنا. ومرتي نحن تخدم في دانزين ميزون دو روتخيت، تخدم فارملية. هي زاده مقيمة ب مقيمة وي وي مقيمة وكل، وتو عندنا ولد انا وياه سان كوموندون على الارمي في فرنسا. ما شاء الله. فوالا ليوتنون على الارمي في فرنسا وي، فهمتي؟ فوالا اوني نو سوم لي بلو هوغو سيغ تاع. وكيفاش كانت علاقتكم في الغربة؟ علاقتنا هما الزوز متغربين. وي علاقتنا طيبة ياسر، بس احنا الاثنين نخدموا. اي مو كيلكان ان بون بوسور، انا خدام فهمني، جاني بيان ما في، عندي رترا، عندي ان بون سالير تو. اليوم عندي ريتريت سي لا ريتريت، فهمني افوس نخدم من هنا طول السنين هذوما في الخدمه ونخدم فيها، نخدم ديكلاري سي لي بينيفيس كوم احنا دو مون ترافاي ديكلاري بو اريفي كوم دي اتوشي ان بون ريتريت اجوردي. اجوردي ان بون ريتريت. هل مستعد ترجع تستقر في تونس؟ جامي. علاش؟ انا مشيت كهربت من البلاد اليوم، جابني ولد خويا، وي جابني ولد خويا بالكهرباء وكل تونس مشات على ليبوك نتاع تونس، انا نمشي ونجي قبل، فهمني، مي يغيان افوار تونس نتاع قبل وتونس نتاع اليوم، بعيد الشيء على بعضه ياسر. يعني تقصد تونس عام 85؟ تونس عام نو 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 تونس 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 عام 2002 2003 2005 2006 2008 بس كل عام ندخل 2007 2008 2009 سا ريان افوار. انا في بلادي من جاينا، انا جاي من نفزه من وشتات، احنا بلاد فلاحيه. ليبوك كنت صغير انا بابا ميم با 85 ميم الفرق 95 و2000 و2005 تو سا ريان افوار، الفرق كبير ياسر ياسر ياسر. قبل انا كنت صغير كي نخرج من الكول واحد الكل مع لي جون وكل باش 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 نلعبوا مع بعضنا، نضربوا بالتفاح، تعرف التفاح يكون خامجه شويه، هذا احنا ثلاثه من هنا وثلاثه من هنا. كي جيت البلاد نحن اختي كبيره مات انت بارونتيز هذيك على جيت اون ايرجونس، البيت شحت ما تلقي حتى شيء. كي تشوف التلفزيون الفلفل مثلا ب 4000، تفاحه صغيره قال لك 5500، كيفاش 5000؟ خرجت البورتابل نتاعي وريت لهم كومون دي جوجل، قلت لهم انا نعيش في كان، قلت لهم شوف التفاح في كان
جولدان قداش الكيلو نتاعو؟ الكيلو 0.86 تبيعوا انتوما 5500 تفاح ما تكلش باسكو معبي هذاك باللكحل وكل مش عارف كيفاش نقول. هذه عام قداش؟ هنا هنا سنين معناها. اي صافي سيمان لا صافي سيمان فهمتي؟ باسكو الناس سايبوا كل شيء ما عادش يحبوا يخدموا. اليبوك كان تفاح كان الفلفل. انا كي نخرج مع دعمي وكل من اللي يكون نزل الكفه باش نعبي بالتفاح وبالفلفل وبالطماطم وكل ونجي على الطريق باسكو نهار السوق هذاك الناس يمشيو يسكنوا في نحن بلوام ونسكن انا باش نبيع القفه هذيك باش نربحوا دينار ولا 2000. اليوم يا بلو غيان. اختي الكبيره ماتت وعديها في الواحد. اختي الكبيره ماتت عيطوا لي هبط باش تشري علوش وتشري السميد وتشري هذيك وهذيك وهذيك الانسومبل باش عاملي العشاء حتى البارح عملنا الاسبوع الكل ونقسم لك بالله 5 ملايين خسرت. مش اختي نعطيها عيني. اما على الغلاء يعني ولا. الفاحش ولا على الغلاء الفاحش سي انكرويبل مي فغي فهمني. بنت اختي عندها كونسير في تونس العاصمه تعيش في تونس العاصمه في حبن خلدون ملي هي مرضت وانا نتبع فيها سكالافا زرارق زرق 130 يورو 150 يورو من فرنسا نبعث كي تمشي باش ليلتها نحن داخل الكل واحد هزوها للسبيطار خلوها في البنك دون الكلوار فهمني في الكلوار في السبيطار في عزيز عثمان ولا شارل نيكول خلوها في الكلوار ويديها هابطه هكا وهي راقده هكا كي جات اختها الصغيره كما تشوف تحكي مع الطبيب اختكم ماتت روحوا بها للدار هكا راقده هكا فهمني راقده هكا البلاد اللي كنتم ونعودها واللي يحب عجبه عجبه بلاد مشى عليها زين العابدين مشات مشى بورقيبه بعد زين العابدين البلاد ماتت وتو تشوف شنو باش يصير في البلاد الثوره اللي باش تجي من جديد صغيرة غالب بازيزي هذاك هذيك سان ديتاي نقول احنا بالفرنسوي سان ديتاي ما تشوف شنو باش يصير باسكو الناس يلمدوا في الماكله من البوباله واحد الكل يسكو وين باش نوصلوا بالشيء هذا فهمني وين باش نوصلوا فاهميني برك انا عندي الامكانيات انا قاعد نعاون في الناس ونشد دواء ونعمل جي لي مويان انا في الروتريت خدمت ياسر في حياتي وجي نبن روتريت 8 ملايين في تونس انا نخلص تحكي على معناها المواطن البسيط اللي ما عندوش امكانيات يقتلوا الشر المواطن البسيط يقتلوا الشر ايش تحبوا يعمل؟ شنو تحبوا يعمل؟ المواطن اللي كان ما جاش معاونه من انسان باش يعاونه وكل واحد شنو تحبوا يعمل؟ دونك هذا السبب اللي ما يخليكش ترجع تستقر هوني نو ما نسحقش في تونس انا في فرنسا عندي كل شيء انا ديابيتيك جي ان غون غون اكسيدون دو ترافاي اللي ساخي كون جيت في تونس نبقى سوالي في اثنين فهمتيني من فرنسا ما لوحونيش لاباس توا وي توا لاباس فهمني فرنسا ما لوحونيش ناخذ نتاع الاكسيدون ناخذ ما روتخيت علاش قلت لك انا براتيكومون التجمع عندي 8 ملايين توانسه في الشهر يعني عندك حقوقك ناخذ حقوقك حقوقي 100% و200% امام فهمتيني يعطيك الصحه مسيو نخلي لك كلمه الختام تحب تقدم تحيه لزوجتك او لولدك جوزتي نحبها ونموت عليها وهذيك عينيا ولدي كيف كيف فهمتيني مي ان شاء الله يا ربي البلاد تحسن امين كلمتي انا ان شاء الله البلاد تحسن باسكو برشا 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 متغربين التوانسه والكل نعرفهم لاس عليهم ديزانجينيور دي ميديسان الكل كي تجي تحكي معاهم يقول لك شنو نجموا نعملوا باش البلاد تتحسن مش باش نجي نعمل مشروع ولا باش نحاول انا مستعد باش نعاون احنا بامكانياتي باش نحسن الوضعيه الصحيه نحسن الوضعيه الشرائيه نتاع الناس اللي ما عندهمش واحد الكل مي يلزم الدوله تتحرك شويه فهمتي يلزم يعملوا كيفاش نقول دي كونترول ان بو بارتو اسمحني فرق سكال عربي ما قلتهاش دي كونترول لاليمونتاسيون لا بوشري في لوبيتال في نحن في الكلينيك في المترو كومون دي لاغريسيون عندي اختي في حي التضامن في المترو تكلم نحن مع ولدها واحد حط لها سكينه واحد اخذ لها التليفون من يديها ما عجبكش ندخل لك سكينه في قلبك فهمني يا كان مويام نحن دي سي دو فوند ونابيل لي سكور انسي دو سويت كل شيء هذا سي ترو ترو كومبليكي بلادي نموت عليها انا بلادي مانيش عارف شنو نعمل لبلادي مي
مي مالوغوزمون سي سي ترو ترو كومبليكي فهمني. شكرا ونشكرك ياسر ياسر وربي يخليكم. وهذا جاسبر نحن الديماغش اللي تعملوا فيها نحن ليزانترفيو الواحد الكل يوصل ديجا للحكومه مش يوصل للشعب اللي يتفرج في يوتيوب ونسيت السويت. لازم الحكومه ياخذ بعين الاعتبار الناس اللي شنو قاعد تعاني فهمني. مش حكيت موسي كابابل الناس ما عندهم شنو نمشي نشري من الماكل ونشري من الواحد الكل جي لي موان فهمتي جي لي موان ديال الفاع. مي ياسر حشومه على ليبوك نتاع تونس.